احنا ختاما حمد، عرفنا انك مدريدي، بس بالسعوديه منو تشجع؟ ويا ابو محمد، انا اي شيء ابو محمد يشجع انا وياه. اوه لا، خربت اللعب على قول الهلالي محمد كرم. هلالي هلالي طيب والله انا اشوف ملامحه ابو سعود. ابو سعود معلومه لك، شوف حمد من بدايه الحلقه ويعني مع كامل احترامي ها وظلام يعني ما يبين، بس الحين شوف ضروسه لما قلت له الهلال الابتسامه لا اله الا الله، هذا الشيء الوحيد اللي بين فيه طول الحلقه عشان تعرف ان الهلال مصدر السعاده يا ابو سعود، هو فخر، فخر العرب، فخر اسيا. هالامر يزعلك وادري انك ندمت، قلت والله لو داري ما سالت. اي والله، تبي الصراحه؟ لو ادري ان هذا جواب والله ما سالتك. والله يا عساك على والله لو ادري مو سالك، بس يلا بعد شو نسوي؟ يلا خلنا عساك على هالحلوه، خلنا نونس مبارك شويه، خلنا نفرحه. كابتن حمد شكرا لك. تبي تضيف شيء مبارك؟ ابو سعود دقيقه قبل لا يروح حمد، تفضل. حمد ترى تشجيع الهلال فخر، روح استمر يشجع الهلال واستانس وعيش لحظات الفرح، ما عليك من صاحبنا ولله الحمد. بس هذا ابشر ابشر يا ابو محمد ابشر. بس هذا بتضيف تضيف هاي اضافه؟ لو ساكت احسن ابو محمد. اضافه انت اللي ندمان الحين انك سالته، اضافه هذه ولله الحمد. مشكور سيد آسيا بعد عندك.